السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هناخد تقنية تانية من تقنيات ظهر القبضة. زي ما اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن ظهر القبضة الخط المباشر او الامامي بمعنى الاصح او ظهر القبضة العادي، دلوقتي ان شاء الله هناخد النوع التاني وهو سناب باك فيست. سناب باك فيست هو ظهر القبضة، برضو نوع من انواع ظهر القبضة لكن بيكون مختلف شوية عن النوع التاني. يعني الحلقة اللي فاتت احنا خدنا ظهر القبضة بالشكل المباشر ده كده، وخدنا ان انت ممكن تعملها عمودي بالشكل ده كده، وقلنا برضو في نوع تاني ان انت ممكن وانت بتستخدمها مايلة بالشكل ده كده تضربها بالجنب ده بالجزئية دي كده في منطقة العنق كأنك بتطعن طعنة، كأنك ماسك سلاح. تمام. النوع التاني بتاع النهاردة اللي هو السناب باك فيست، النوع دوت طبعا ايه، برضو بنضرب كل الضربات بالجزئية دي، الضربة الأساسية اهو زي ما حضراتكم شايفين كده بمنطقة العظام الأصابع بالشكل ده كده اهو، الجزئية دي هي اللي بتتضرب، قلنا الأماكن اللي بتتضرب فيها طبعا نفس الكلام اللي قلناه الحلقة اللي فاتت، بنكمل عليه بقى النهاردة، وبرضو نفس التحركات نفس كل حاجة هي اللي بتتعمل في الحلقة اللي فاتت، هي اللي بتتطبق مع الحركة دي برضو. تمام. طبعا دلوقتي انا ما بينتش الرجل كامله، لان طبعا الحلقه اللي فاتت شرحنا تحركات الرجل، وفي ناس طبعا بتطلب ان الكاميرا تكون اقرب بالنسبه لحركه الايد، وهم خلاص عرفوا حركه الوسط وحركه الرجل والحاجات دي، عشان كده حاولت اخلي الكاميرا اقرب بحيث ان تبين ضربات الايد بشكل اوضح من الاول. تمام. من البدايه كده ضربه سناب فيست طبعا ما بتخشش كامله على الوش بالشكل ده كده، لا بتخش بشكل دوران، يعني بشكل كده ايه زي ما بتدي تاتش على الوش، مش تاتش يعني معناه ان هي تلمس الوش بقى، لا بتخش كده اهو بقوه على الوش بس، وهي نازله بتنزل بزاويه كانك بتعمل دوران، يعني بالشكل ده كده ايدك بتروح وبتنزل بزاويه بتسهل لك انك تخش على ضربه تانية. هي دي حركه او تقنيه سناب فيست، سناب باك فيست. تمام. تقنيه سناب باك فيست بالشكل ده كده اهو، نضرب بالشكل ده كده وزي ظهر القبضه العادي، لكن بدل ما بنضرب وبنلم بالشكل ده كده، لا بنضرب وبننزل بالشكل ده كده اهو، بنخش على الوش وبننزل بشكل دائري بالشكل ده كده اهو. تمام. الزاويه دي اهو زي ما انا واقف قدام حضراتكم كده، بدل ما بضربها زي الحلقه اللي فاتت او زي التقنيه اللي فاتت بالشكل ده كده، لا بيكون فيها دوران بسيط ازاي بالشكل ده كده اهو، يعني وانت بتضرب اهو على وش الخصم وبتنزل بالشكل ده كده بدوران عشان تقوم طالع ضارب التقنيه الثانيه او تقوم طالع مكمل على وش الخصم. تمام. يبقى تاني اهو الجزئيه دي، طبعا انت في البدايه بتتمرن عليها بتحاول بس تجيب دوران الدراع بالشكل ده كده، ما بتخليش ظهر القبضه كله يلمس وش الخصم، لا بتركز على اماكن العظام دي على وش الخصم بالشكل ده كده وتقوم طالع مكمل. تمام. وطبعا قلنا ما فيش حركه من دول بتكمل من غير تحركات الاقدام، من غير تحركات الوسط، من غير تحرك الذراع بشكل كامل. تمام. يعني طبعا مش بتعمل كده، لا قلنا ان انت في التحرك دوت او في الحركه اللي فاتت برده نفس الكلام، بتخش برده نفس التحركات الاماميه بتاعت الرجلين، التحرك الاساسي المباشر، الرجوع الجانبي يمين وشمال. وطبعا ايه مفيد جدا مع الحركه او تقنيه سناب فيست دي اللي هو سناب باك فيست، التقنيه انهي التحرك بتاعه اللي كنا قايلين عليها الكيرف ستيب او الدوران اللي هي كانت بيستخدمها محمد علي وبروسلي اللي هو بالشكل ده كده وهو بيتحرك. تمام. دي شرحناها قبل كده ودي هتكون مفيده جدا مع تقنيه سناب باك فيست. تمام. بالشكل ده كده زي ما حضراتكم شايفين واقف قدام حضراتكم اهو، العظام دي اللي بتضرب على الوش بدل ما بتطلع بالشكل ده كده بتطلع بشكل اهو، بتنزل تضرب بالجزئيه دي كده على وش الخصم وبتنزل تقوم طالع مكمل بتقنيه ثانيه بالزاويه دي اهو، واقف بالشكل ده كده زي ما حضراتكم شايفين اهو اهو. تمام. زي ما حضراتكم شايفين كده اهو بنزل وايدي حافظه الدوران بالشكل ده كده اهو، واحد اثنين، طبعا انا كده بعملها بالراحه، انما طبعا لما بتيجي بتنفذ في القتال واحد وتقوم طالع ضارب التقنيه، تضرب الحركه وتقوم طالع ضارب التقنيه، يعني بتخش برده بحركه الوست في البدايه انت ممكن تتمرن عليها كده اهو، بتعمل دوران برده بوستك خفيف كده اهو، واحد اثنين، طبعا الايد الثانيه بتكون على الوش برده لاي تحرك من او اي هجمه مفاجاه من الخصم بتكون جاهز بايدك الثانيه. تمام. ما بتنزلش ايدك الثانيه من عند وشك وبتكون برده ايه حاميه جزئيه المركز بالشكل ده كده اهو عند الوش، بحيث ان لو جت اي حاجه من ناحيه المركز تقوم طالع عامل الديفنس على طول. تمام. واقف بالشكل ده كده اهو، واحد اهو. تمام. بدل ما تطلع كده وبتلم تاني، لا اهو واحد تخش بحركه الوست كده وتقوم طالع ضارب اي ضربه تانيه، دي بتفيدك في ان انت تقدر تحول من ضربات الايد لاكتر من تقنيه ضرب بالنسبه للايد. تمام. يبقى تاني بالشكل ده كده اهو، واحد اثنين اهو، تعمل الدوران، انت لو جبت الدوران ده مظبوط الباقي بقى سهل، هو الحركه كلها في الدوران ده، يعني تخيل ان وش الخصم قدامك اهو ضربت وايدك نزلت عشان تطلع تضرب الضربه التانيه، بتخش طبعا بقوه الوسط والخصر بتاعتك في دقن الخصم بقى ابر، تخش بضربه تانيه من الباك فيست اللي هي العموديه، تخش باي حاجه يعني بالشكل ده كده اهو، واحد تطلع مثلا ابر
ممكن مثلا تعمل كده واحد وتطلع هوك اتنين بالشكل ده كده. في حاجات كتير جدا ممكن تنفذها وانت بتتمرن عليها. بتنفذها ازاي؟ اهو بالشكل ده كده، واحد وتعمل تحرك وسط بسيط اهو، واحد وتقوم مجهز لان انت تطلع التقنيه الثانيه بالشكل ده كده اهو، واحد اتنين اهو بالشكل ده كده، وبرده وانت بتتقدم واحد اتنين نفس الكلام، وانت بترجع ممكن تضرب وتقوم راجع او تضرب الدوران وتقوم راجع مقابل بتقنيه ثانيه. يبقى مهم جدا تقنيه السناب باك فيست ان انت تقدر تستخدمها مع اكتر من تقنيه. طبعا التقنيه الثانيه بتبقى ايه؟ مباشره وخطافيه مره واحده كده، تضرب وتلم، تضرب وتحول لحاجه ثانيه، تضرب تحت وتقوم طالع ضارب فوق، يعني مفيده جدا برده. دي بتكمل الثانيه، يعني دي برده كمالة ان انت بتضرب وتعمل حركه الخصر ان انت تخش على تحرك ثاني وعلى طريقه ثانيه. تمام، وبكده انتهت حلقه النهارده. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وفعل الجرس ولايك وشير للفيديو، واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله.